الخامس من ديسمبر في مثل هذا اليوم من عام 1242، أبو أحمد عبد الله المعتصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية. في عام 1931 في ذات اليوم تم تدمير كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بأمر من جوزيف ستالين. وفي عام 1962 في مثل هذا اليوم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية. في عام 1977 في اليوم ذاته سوريا وليبيا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية يقررون قطع العلاقات مع مصر. في عام 89-900 للميلاد في مثل هذا اليوم العراق يطلق صاروخ العابد من قاعدة الأنبار الجوية والمتكون من 3 طبقات، وهو أول صاروخ فضائي عربي بمدى 2000 كيلومتر. في عام 2014 في مثل هذا اليوم وكالة ناسا تعلن نجاح اختبار المرحلة الأولى لمركبة أوريون الفضائية والمخصصة لحمل الرواد إلى ما بعد المدار الأرضي المنخفض.